مع بدء عملية السيل الجارف التي تهدف إلى القضاء على عناصر تنظيم القاعدة والسيطرة على محافظة أبين، تمكنت قوات الحزام الأمني بإسناد من قوات التحالف العربي من قتل أمير تنظيم القاعدة أبو محسن باصبرين في مديرية المحفد بالمحافظة، كما تم إلقاء القبض على 2 من عناصر التنظيم وضبط كمية من المتفجرات داخل منازلهم بالمديرية. التفاصيل في سياق التقرير. بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، بدأت عملية السيل الجارف لتطهير جيوب وأوكار مسلحي عناصر تنظيم القاعدة من مديرية المحفد ووادي حمارة، آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبيان اليمنية. ونفذت قوات الحزام الأمني خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في ظل استمرار عملية السيف الجارف في ملاحقة العناصر الإرهابية لحين التأكد من خلو المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات، والتي تعد أكبر معاقل القاعدة في أبين، حيث كانت هناك معسكرات تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم. العملية أسفرت عن مقتل قيادي القاعدة الملقب أبو محسن باصبرين بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني، إضافة إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وهزائم كبيرة، فيما تم القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين. اليوم بفضل الله استطعنا أن نقضي على أمير تنظيم القاعدة في مديرية المحفل، وهو المدعو أبو محسن باصبرين، ولغي حذفه على يد أفراد تدخل سريع قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، وتم القبض على 2 من العناصر الإرهابية، ولا زلنا في هذا الوادي الآن نتابع بقايا العناصر، والحمد لله ضبطنا بعض المضبوطات من المفجرات في بعض المنازل لعناصر التنظيم. وتمكنت قوات الحزام الأمني وبإسناد ودعم من قوات التحالف العربي من اقتحام المواقع التي كانت تتحصن بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد الواقعة في محافظة أبين وتطهيرها. كما أسهمت هذه العملية أيضا في استعادة المرافق الحيوية في محافظة حضرموت، أبرزها إعادة ميناء المكلا لخدمة أبناء اليمن وتحويل عائداته بما يخدم التنمية والاستقرار.